عندما كانت داعش على مقربة من أربيل، عندما كاد إقليم كردستان أن يسقط في يد داعش، قالوا لي أن مسعود البرازاني كان يرتجف، كانت يداه ترتجفان من الخوف ومن الهلع. لا شك فخامة الرئيس أنك سمعت ما تحدث به حسن نصر الله، وتحدث متهكما نوعا ما في هذه القضية، في قضية الدعم الإيراني. أنت لم تتحدث، لكن نريدك اليوم في برنامجنا أن تتحدث عن هذا الأمر تعليقا. الإخوة العرب قبل الكرد، والكرد ردوا عليه، بس حقيقة كان تمثيل فاشل وقصة مختلقة. وش اللي دفع أنه يقول الكلام؟ والله ما أدري، يعني فعلا شيء غريب يعني، بس كان تمثيل فاشل. تواصلوا معكم بعد؟ صارت اتصالات، نعم صارت اتصالات. اتصالات اعتذار أم ماذا؟ خلينا بال اترك الموضوع. طيب سنترك هذا الموضوع.